بيقول عالم الآثار الفرنسي أندري بارو: لكل إنسان متحضر في هذا العالم وطنان، وطنه الأم وسوريا. يا ترى شو اللي بيخلي عالم آثار يحكي هالحكي عن سوريا؟ وشو اللي قدمته سوريا للحضارة البشرية وخلتها وطن تاني لكل إنسان؟ خليكن معنا لنحكي لكم. قدمت الحضارة السورية القديمة كتير من الإسهامات. سوريا قدمت للعالم أول أبجدية، وهي الأبجدية يلي طوروها الفينيقيين خلال الألفية الثانية قبل الميلاد، وتأثروا فيها بشكل كبير الأراميين والإغريق. ومعظم النصوص الأبجدية المستخدمة بكل أنحاء العالم ترجع للأبجدية السورية البدائية يلي اكتشفوها بمدينة أوغاريت الأثرية سنة 1948، وبتتألف من 29 حرف محفور على لوح فخاري طوله 5.5 سم وعرضه 1.3 سم. وهاللوح موجود اليوم بمتحف دمشق الوطني. طيب ليه بتحبوا الموسيقى؟ بتعرفوا أنه أول نوتة موسيقية بالتاريخ طلعت من سوريا كمان؟ ومن أوغاريت تحديداً؟ إيه نعم، أقدم نوتة موسيقية معروفة بالعالم مصنوعة تم اكتشافها بأوغاريت، وهي محفورة على لوح طيني بيرجع تاريخه ل 1400 سنة قبل الميلاد، وفيه 4 أبيات مكتوب باللغة الحورية. وهي النوتة هي السلم الموسيقي لنشيد موجه للإلهة نيكال زوجة إله القمر. بسنة 1979 حاولوا مجموعة من العلماء يفكوا هاي النوتة ويعيدوا تدوينها، وقدر الباحث السوري راؤول فيتالي يسوي هالشي، وعزف على البيانو زميله زياد عجان، وبعدها عزفوها عدة فنانين سوريين وعالميين. وكمان من سوريا طلعت أقدم قصة خيال علمي لكاتبة السوري اليوناني لوقانيوس يلي بيرجع تاريخها بين 200 ل 300 ميلادي تقريبا، وبتحكي القصة عن شخص بيسافر للقمر عن طريق بربيش مي، وخلال هي الرحلة بيصادف مجتمعات غريبة وأشكال حياة مختلفة، وبيحكي كمان بهي القصة عن الحرب بين الكواكب واتصال سكان الأرض بالكواكب الثانية. بتتخيلوا أنه كاتب فكر بهيك قصة وكتبها قبل حوالي 1800 سنة؟ أما السفن فأكيد كلكم بتعرفوا أنه الفينيقيين السوريين هنن أول مين ابتكروا وصنعا. من السواحل السورية طلعت السفن لتنتشر بالعالم كله. بناء السفن بسوريا بيرجع تاريخه تقريباً لبين 1200 و800 قبل الميلاد، وكانت السفن الفينيقية بتتميز بوجود رأس حصان على مقدمة السفينة. يا ترى هاي كل الابتكارات والإسهامات يلي قدمتها الحضارة السورية؟ لا أبداً، في غيرها كتير، مثل أول وجه إنسان محفور على حجر، وأول طرق لطحن القمح، وأول قالب لصب السبائك البرونزية، وغيرهم كتير من الإسهامات يلي طلعت من سوريا وعرف العالم كله. بس أنتو إذا بتعرفوا غير اللي خبرتكن ياه شاركونا واحكولنا عنه.